طيب في قناة الناس كمان في برنامج اسمه وزدناهم هدى، الاسم جميل، طيب بيدل على ايه بقى؟ ده مهم جدا. لكن معانا على التليفون دكتور مصطفى عبد السلام امام مسجد الامام سيدنا الحسين، اهلا بيك يا دكتور. يا اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذنا، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا دكتور، يا سلام، وكمان من سيدنا الحسين، يعني يا بختنا، البركه بركتين دلوقتي. دكتور مصطفى، عايزين نتكلم شوية عن برنامج وزدناهم هدى، البرنامج عن إيه؟ والله يا حضرتك يعني لما قناة الناس كلمتني وطلبت أعمل برنامج معاهم في شهر رمضان، فأنا طلبت حاجة مهمة جدا وقلت لهم عايز أحدد واستهدف فئة معينة، عايز أحس أنا بتكلم مع مين واستهدف فئة معينة، شريحة معينة أتعامل معاها. قالوا لي كويس جدا تختار ايه؟ قلت لهم انا بحب جدا الشباب، بحب جدا يعني الاعمار بتاعتهم، بحس ان هم فيهم خير، بحس ان جواهم طاقه جميله جدا، بحس ان هم فعلا محتاجين بس توجيه بسيط وهيطلع منهم نماذج حقيقي مشرفه في كل المجالات. فانا بالتالي استهدفت هذه الشريحه، الولاد والبنات، الشباب والبنات، ومن هنا جت فكرة البرنامج وزدناهم هدى، متاخدة من آية سورة الكهف مع الفتية اللي أمنوا بربنا سبحانه وتعالى، مجموعة الشباب اللي غيروا العالم، مجموعة الشباب اللي وقفوا ضد أي فتنة، ضد أي بلبلة، وقدروا يتربطوا ويتكاتفوا ويغيروا أي غلط موجود. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ومن هنا جت فكرة برنامج وزدناهم هدى بيخاطب الولاد والبنات. طب ده جميل جدا. الشباب هنا اللي بيتكلم عنهم الدكتور مصطفى عبد السلام بيتكلم عن الشباب على مر العصور مع نزول الوحي على الأنبياء والرسل المختلفين، ولا في البعثة المحمدية تحديدا؟ والله أنا مرضتش أدخل كتير قوي أمور معينة في البرنامج، حاولت فقط إن أنا أتحدث مع الشباب مع الجانب الروحاني فيهم، مع جانب علو الهمة عندهم، مع جانب العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى. خدنا نماذج طبعا من شباب الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وخدنا نماذج من حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد إيه الشباب اللي كانوا في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم همة عالية، وقدروا حقيقي إنهم يعني يبقى ليهم اسم، قدروا إنهم يتحصلوا على وسام جميل جدا، وده اللي أنا قلته في تقريبا في معظم حلقات البرنامج، خدوا وسام مهم جدا يا أستاذنا، وهو وسام شاب نشأ في طاعة الله. وأنا أأمل في نهاية حلقات برنامج وزدناهم هدى إن كل شبابنا وبناتنا بفضل الله سبحانه وتعالى يتحصلوا على هذا الوسام العظيم بعد سماعهم للبرنامج القيم وزدناهم هدى، ياخدوا وسام شاب نشأ في طاعة الله. الله الله الله، ألف ألف شكر يا دكتور، وربنا يوفقك دايما، وبرنامج واضح أنه هو جميل ومفيد إلى أبعد الحدود. كل الشكر للدكتور مصطفى عبد السلام إمام مسجد سيدنا الإمام الحسين.